عاونكم اخويا، حنا بغينا المغرب الفوق الفوق. الله ينصرهم مساكن والله يعاونهم، الله يعاونهم. بغينا من بغينا لهم الرباح حنا ونربحوا معاهم ان شاء الله. حنا ما كرهناش، حنا ان شاء الله نفرحوا كاملين. الله يعطيكم السر. كل شيء زوين، جا زوين، جا زوين اخويا. فرحنا، خرجنا للشارع، هذا مشطح فرح. الله يعاونهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تنتمناو ليه جل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الرحمن الرحيم يفرحنا واحد الفرحه كبيره كبيره بزاف ان شاء الله يا رب. ان شاء الله غتخرجوا للشارع بطبيعه الحال. هذيك ما لا فصال ولا جدال فيها، هذيك رانا نفرحوا ونصغرتوا ونديروا كل شيء ان شاء الله. حنا ونهديو الفوز كله للمغاربه ولجلاله الملك ولكل الناس اللي كيحبوا المغرب. اليوم في مباراه المنتخب المغربي ضد المنتخب البرتغالي ان شاء الله، الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله بقياده وليد الركراكي، واللي ما ان شاء الله يكون اول منتخب عربي افريقي يدوز نصف النهائي ان شاء الله، وديما مغرب. السلام عليكم. بعدا تنتمنوا ان شاء الله اليوم الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله للنظيره البرتغالي. تنتمنوا تكون شي نتيجه مزيانه ان شاء الله، حيت فرحونا في الماتشات اللي فاتوا كاملين. نتمنوا لهم كل سرور ان شاء الله يكون خير والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله النتيجه غادي تكون جل واحد ولا ثلاثه لجوج ان شاء الله. وان شاء الله تنتمنوا الفوز للمنتخب ديالنا الوطني اسود الاطلس، وان شاء الله غيكون خير ان شاء الله. ديما مغرب، ديما مغرب ان شاء الله. توقعات ديال الماتش اليوم اخويا، الماتش اليوم مربوحه ان شاء الله وبجوج لواحد. يخرج كريستيانو وان شاء الله باذن الله غادي يخرج كريستيانو تيبكي. وتحيه للمنتخب الوطني المغربي، وما نساوش القناه ديال الدار، وتحياتي والله يسخر. ان شاء الله ان شاء الله غنفوز ان شاء الله بجوج لزور ان شاء الله. والماتش غيكون شويه قاس حيت البرتغال ماشي هي سميتو، ماشي هي السبليون، ولكن ان شاء الله نتفخروا كما قال الركراكي. ديروا النيه ان شاء الله وان شاء الله بكره خير. تنتمنوا لهم اخويا يربحوا ويفرحونا بالفوز ان شاء الله، وماشي مع فرقه اللي مجهده. كنتمنوا لهم يربحوا ان شاء الله، وغادي نفرحوا بزاف اخويا، والمغرب كامل غيفرح، المغرب كامل غيفرح ان شاء الله. وجد جلاله الملك غيخرج ان شاء الله عاوتاني للشارع ان شاء الله سيدي ربي. المهم الدراري بغيت نقول لكم المغاربه ديما احرار، ما يغلبوا من اسبانيا البرتغال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.